Anthony was very angry in the match between Manchester United and Manchester City because Doku showing Anthony how to dribble like an actual winger. You can almost taste his tears. أنتوني كان غاضبا للغاية في مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بسبب استعراض مهارات دوكو ومراوغته المهينة له. انتهى لقاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. لقطة انفعال أنتوني في مباراة اليوم.